ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، بمناسبة معرض الكتاب هل هناك كتب معينة ينصح فضيلتكم باقتنائها؟ نحن لا نشكو من قلة الكتب، الكتب الآن ملأت البيوت، صارت مباهات وهم ما يعرفون ما فيها، يشترونها ويصفونها وهم ما يعرفون ما فيها، ولا عندهم استعداد لقراءة، ولو قرأوا ما فهموها. الكتب ما نشكو الآن من قلة الكتب، ولا هو العلم بكثرة الكتب، ما هو العلم بكثرة الكتب. أنا أخبر شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول ما عندي مكتبة إلا دروسي اللي أنا درست، مقرراتي اللي أنا درست في الأزهر أنا مقتصر عليها. هو الكلام في كثرة الكتب، الكلام في الفهم، ولو ما عندك إلا كتب قليلة إذا كنت فهمت يكفي هذا. نعم.